السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم. أعزائي المتابعين، مثل ما عودناكم كل يوم عندنا قصة جديدة، حكاية جديدة، فيديو جديد، خليكم معنا ولا تروحوا، راجعين. حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، وأهلا وسهلا بكم قناتكم قناة الرعب هيرونكس. قصتنا اليوم أعزائي المتابعين من لبنان، تحكيها صاحبتها بتقول طول الفترة الطويلة اللي ظليت فيها مسحورة شفت كثير من المنامات المرعبة، بس راح أخبركم بأغربها وأكثرها رعب. وكان هالشي هذا قبل سنة من فك السحر تبعي. بتقول كنت وصلت لمرحلة الإحباط الشديد من كثرة الفشل اللي عانيت منه، وقررت إني أفك سحري بنفسي وبأقل من شهر. بأقل من شهر كنت قرأت سورة البقرة 100 مرة واستغفرت ربي 123,000 مرة. بعدين شفت ليلتها هذا المنام الغريب. وتقول كنت أمشي قدام الشاطئ، بعدين لاحظت فجأة إنه الناس تحولوا لأناس برؤوس حيوانات. بعدين سمعت شخص عم يناديني باسمي، يا أمل يا بنت فلانة، وذكر اسم أمي. وعادة السحرة بيطلبوا اسم الأم الشخص اللي راح يسحبه. فقلت مين بيناديني؟ بعدين شفت شخص بيشبه الهنود الحمر، لابس بس قطعة جلد، وبإيده قوس وسهم، وشعره أسود طويل وناعم، بس المخيف فيه إنه بشرته لونها أزرق غامق، وعيونه لونها أخضر مثل عيون القطط. قال لي بالحرف الواحد: أني ملك الجن وأجبرت على فك سحرك، فتعالي معي. أجبروا إنها قرأت سورة البقرة واستغفرت رب العالمين. بعدين صنع بإيده إشارة مستطيل بالهواء، ففتح باب خفي ودخل فيه، ودخلت وراه ولقيت نفسي بعالم الجن. بتقول أمل: انتوا تفرجتوا على الرسوم المتحركة لديزني عن الوحوش؟ كان مثلي تماما، مثل اللي شفتوا. كل جني له شكل مختلف، بعضهم بعدة رؤوس وبعضهم بعدة أرجل، ومنهم اللي بيطير ومنهم العملاق، وكانت أشكالهم مخيفة جدا. بس أنا لاحظت أنهم تفاجأوا جدا بوجودي بينهم. بعدين دخلني ملك الجن لمستودع فيه جبال عالية من الصناديق الصغيرة اللي عليها أقفال، وكل صندوق عليه اسم عائلة. بعدين دورت شوي لقيت اسم عائلة أمي، وفتح القفل ولقى فيه 12 مفتاح، وقال إنه بعائلة أمي 12 شخص مسحور وأني من بينهم. بعدين أخرج مفتاحي وقال تعالي وراي. بعدين طار وطرت وراه، ولقيت نفسي قدام بحر لونه أسود ما بيشبه بحور الدنيا نهائيا. فصرت أنظر من حوالي وتفاجأت بوجود مبنى لقريبة إلي، كنت يعني هي من اللي عملت لي سحر من قبل، وهذا المبنى كانت فعلا بتسكنه زمان. اتذكرته لأني زرته وأني صغيرة، وكنا نتكلم فيه على إدهانه وعلى الخارجي إنه لونه أخضر، يعني كنا نستهزأ فيه. المهم بيقول شفت ملك الجن بيشاور لي للبحر، فنظرت للمكان اللي بيشاور فيه، شفت نفس البيجامة اللي أهدتني إياها قريبتي اللي عملت لي السحر فيها. بعدين مشى فوق البحر عشان يفك سحري، وهون سمعنا صراخ قوي، فالتفتت أني وملك الجن لمصدر الصوت، وإذ بي
أشوف نفس قريبتي. قريبتي هي بس شكلها غير، عجوز كبيرة بعباية سودة وعيون مثل عيون القطط خضراء مضيئة، وكانت بتصرخ على جني وبتقول له أنت شو يعني منظن نفسك راح تعمل؟ فخاف منها واختفى وهرب منها. بس أنا قررت لحظتها أني أفك سحري بنفسي، فانطلقت بسرعة باتجاه البيجامة، وكنت كمان بمشي فوق البحر الأسود. حتى وصلت لهناك ولقيت البيجامة مربوطة، فكيت ولقيت بداخلها بعض من صوف خروف أسود وكيس فيه تراب أصفر. وقبل ما أفك الكيس شفت قريبتي وهي بتطير بالسماء، وكان بالليل بس ما بيظهر منها غير عيونها اللي لونها أخضر ومضيئة. بعدين قفزت على ظهري، جرحتني بأظافرها الطويلة وهي بتصرخ علي وهي غضبانة، انتي إلي انتي إلي مدى الحياة. هون بتقول أمل أني صحيت بعديها وظهري عم يوجعني. بس قبل ما أخبر أمي بالمنام اللي شفته اختفى ألم ظهري نهائيا. وهذا المنام كان قبل سنة من رؤيتي لمنام ثاني مرعب. وأني حاليا ما بدي أخوفكم بتقول منى أمل عفوا، لكن هذا يعني اللي صار معي بالتحديد. وفي ناس قالوا لي انك انت اتهمتي قريبتك ظلم، فهالمنام هذا اكد انه هي قريبتي اللي عملت لي السحر. على كل حال اذا كانت فعلت هالشي هذا الله سامحها، رغم اني مريت يعني اللي مريت فيه بتقول ما بتمناه حتى لعدوي. اما الجزء الثاني اعزائي المتابعين الفيديو فبحكيه صديقنا من ليبيا، بقول بعض المواقف صارت الطريق بيقع بين مدينتي قمينس وأشدابية، وهو طريق وسط الصحراء، وعلى جنب الطريق ما بتشوف غير مساحات شاسعة من الصخور والرمال، قليل من الناس بس مروا من هناك وما صار معهم أي شيء مخيف، لكن الأغلبية صارت معهم مواقف ما بينسوها أبدا. وراح أبدأ قصة صارت مع أخوي كان بيقود سيارته بهالطريق، وكانت الشمس على وشك الغروب، وبينما كان بيمشي بطريقه شاف حمار أجلكم الله بيمشي بمنتصف الطريق، فهون ضغط على الفرامل بكل قوة بس ما قدر يوقف السيارة واصطدم فيه. ولما نزل من السيارة ما لقى الحمار وكأنه تبخر، وصار يدور بكل مكان ونظر لأسفل السيارة بس ما لقى شيء. ومثل ما قلت لكم انه طريق وسط الصحراء القاحلة، يعني لو هرب الحمار جلكم الله لكان لاحظ هروبه او شافه، فوين راح الله اعلم. الموقف الثاني بقول صارت هالقصة هاي مع ابن عمي، كان بيقود بنفس الطريق اللي كلمتكم عنه بالموقف الاول، وبوقت متأخر من الليل كان الجو هادي للغاية. فجأة سمع صوت فوق سقف السيارة بس ما أعطى للأمر أهمية وواصل طريقه. بعدين شاف إشي جعله يعني خلى الدم يتجمد بعروقه، شاف ساقين متدليتين على الزجاج الأمامي للسيارة، وكأن في واحد يعني قاعد على السيارة فوق السيارة ونزل رجله على الزجاج الأمامي، وكمان سمع صوت طرق على السقف. فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ بعض الآيات وشغل القرآن المسجل السيارة، فاختفى بعدها هالشيء مباشرة. الموقف الثالث بقول هي قصة عن وادي الكهوف، وبتنطق عندنا بليبيا وادي الكوف، وهو وادي معروف بمنطقة الجبال بشرق البلاد، ومعروف بالجسر القائم فوقه. المرعب بهالجسر هذا بقول على مدى السنوات الماضية خاطر الكثير من الشباب انهم يصعدوا على قمة الجسر، وبيصعدوا عبر قواعد الجسر المنحدرة، وطبعا صعدوا لهذا الجسر بدون اي وسيلة امان. بعضهم الله سبحانه وتعالى حفظهم ونزلوا بالسلامة، والبعض الثاني لقوا حتهم فيه وقعوا، فكثير منهم كان ينزلق او بتهب رياح قوية بترميهم من اعلى
من أعلى الجسر وبيسقطوا من ارتفاع كبير على أسفل الوادي فمباشرة بيموتوا. وفي العديد من الأشخاص حاول التخييم بالوادي أسفل الجسر، منهم اللي قدر يكمل الليلة فيه والبعض ما قدروا إنهم يضلوا لساعات، بعدين بيهربوا وبعديها مباشرة بيهربوا، وقالوا بعديها إنهم بيسمعوا أصوات مرعبة وصرخات عالية. الموقف الأخير أعزائي المتابعين بقول صارت مع صديق لي، كنت أنا وهو وبعض الأصدقاء برحلة تخييم بمنطقة قريبة من وادي الكهوف أو الكوف مثل ما بقول إحنا، وكانت الشمس وقتها بعدها ما غربت. في صديق إلنا تركنا وراح يتمشى لوحده، وقف على حافة واحدة من الهضاب التلال العالي شوي، فسمع صوت شيء عم يتحرك بين الأشجار، وشاف إشي عم يتحرك وكان لونه بني، فظن بالبداية إنه ممكن يكون ثعلب من هالثعالب المنتشرة بهالمنطقة، فأخذ حجر صغير ورماه عليه واستدار وقتها عشان يرجع لعنده. فصارت المفاجأة والمعو، مجرد إنه رمى الحجر ولف ظهره ارتد عليه مباشرة، الحجر اللي رماه ارتد عليه واصطدم براسه من الخلف، فهون خاف وهرب واجى لعندنا بسرعة، وخبرنا بعد ما رجع انه باللي صار معه. فهون احنا صرنا نضحك وقلنا له انت بتستحق هالشهر لانك ازعجته. بقول صاحب القصة رغم اثر الكدمة على راسه الا اني يعني ما صدقته، ممكن يكون اتعثر او اصطدم راسه فاخترق القصة عشان يخوفنا. اعزائي المتابعين لهون انتهى الفيديو، ان شاء الله يكون حاز على اعجابكم. يا ريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل اعجاب، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير، السلام عليكم.